ينضم إلينا من الخرطوم الصحفي محمد الطيب. محمد، نطلع منك على آخر التطورات وعلى المشهد في مختلف شوارع العاصمة الخرطوم. مرحبا، صباح الخير لك وللسادة المشاهدين. يعني قضينا بالأمس يوما كان طويلا وعنيفا وساخنا، ربما هو الأعنف منذ يعني اندلاع هذه الأزمة في 15 إبريل الماضي. صباحا تبدو الأجواء هادئة ولا نشهد أي تحليق لطيران الجيش السوداني كالعادة، هذا ما اعتدنا عليه طيلة الأيام التي مضت. اليوم تتسم الأجواء بالهدوء والترقب الحذر، ربما تتجه كل أنظار السودانيين إلى جدة بعد الأنباء التي تتوارد شيئا فشيئا من هناك، أملا في أن يعني تفضي هذه المباحثات أو المفاوضات وإن اختلف على اسمها على تثبيت هدنة متماسكة حتى تتمكن عجلة الحياة على الأقل، هنا أنا أتحدث عن الخرطوم، من العودة تدريجيا. اليوم شهدنا يعني حركة خجولة لمواطني ولاية الخرطوم ممن آثروا البقاء، طبعا الأعداد كبيرة التي غادرت الولاية، شهدنا يعني اصطفافا في محلات الأفران أو المخابز التي تبيع الخبز للمواطنين، التي تعاني أيضا بدورها من شح الوقود وشح يعني قطاع التيار الكهربائي في بعضها. شهدنا أيضا اتهامات من قبل الطرفين أن الجيش في آخر تحديث له أعلن عن أن بعض القوات الدعم السريع التي وصفها بالمتمردة ترتدي أزياء مدنية وتجوب بدراجات نارية، لذلك وجه تحذيرات للمواطنين بعدم استعمال الدراجات النارية في مقبل الساعات القادمة. يبدو أن عمليات التمشيط التي أعلن عنها الجيش بالأمس ما زالت تجري داخل الأحياء السكنية. هذا ما يبدو عليه الوضع صباح اليوم. كما أسلفت، حركة خجولة، وبعض المغادرين بعدما كانت انحسرت أعداد المغادرين للخرطوم بدأت اليوم شيئا فشيئا، ربما يعني من الأحداث العنيفة التي شهدتها العاصمة مساء أمس، خصيصا منطقة بحري التي شهدت المواجهة الأعنف على الإطلاق. كانت المواجهة النوعية يعني بمشاركة سلاح الطيران والأسلحة الثقيلة وأيضا المشاة الذين قاموا بعملية التمشيط. ربما شعر بعض المواطنين بالرعب والذعر جراء الانفجارات الضخمة التي سمعت مساء أمس، فآثروا مغادرة الخرطوم هربا من القصف. ميدانيا ماذا يجري في بحري؟ ما زلنا نتواصل مع مصادرنا لمعرفة حجم الضرر أو الآثار، نسأل الله أن لا تكون هناك خسائر في الأرواح. نعم، شكرا جزيلا لك من الخرطوم الصحفي محمد الطيب.